غامبيا تستعد لخوض انتخابات محلية تعتبر الأولى منذ مغادرة الرئيس السابق يحيى جامي السلطة قبل أزيد من عام، وينتظر أن يتم انتخاب المستشارين البلديين في 12 من شهر أبريل الجاري، على أن يتم انتخاب العمد في 12 من شهر مايو القادم. وتتواصل الحملة الانتخابية على عموم تراب البلاد، ويسعى الحزب الديمقراطي الموحد الحاكم في البلاد إلى الظفر بأغلبية ساحقة على مستوى البلديات والمجالس الجهوية، وكان قد فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية خلال انتخابات مارس 2017، حيث حصل على 31 مقعدا من أصل 53، بما حصل حزب التحالف الوطني لإعادة البناء والتوجيه الذي كان حاكما في عهد يحيى جامي على 5 مقاعد فقط. وتواجه غامبيا التي احتفت مؤخرا بمرور عام على رئاسة آداما بارو والقطيعة مع حكم يحيى جامي الذي ظل في السلطة على مدى 22 سنة، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية توصف بالصعبة. وتشهد البلاد تزايدا للحراك الحقوقي والاجتماعي للمطالبة بمحاكمة جامي على الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكمه. وكان الرئيس الحالي آداما بارو قد صرح مؤخرا بأنه على اتصال بالنظام الحاكم في غينيا الاستوائية حيث يقيم يحيى جامي من أجل تسليمه ومحاكمته على الجرائم الإنسانية التي يتهم بارتكابها. كما أعلنت الحكومة قبل أشهر عن تشكيل لجنة تعنى بالتحقيق في ممتلكات جامي وإحصاء أرصدته المالية ومؤسساته وشركاته المختلفة على عموم تراب البلاد.